في اسكندريه و... حمصة. نعم حمصة حمص اسمه. اسمه حمص. حمصة. زيارتك لحمصه الحقيقه لفتت نظر الناس كتيره جدا. انا عارف ان في حاجات تانية انت بتعملها ما بتعلنش عنها، ولكن ما اعرفش، وقول لي صح ولا غلط، قد يكون اعلانك على هذا الموضوع ان انت عايز الناس كلها تروح تساعده. والله كابتن اسلام، يعني الموضوع جه كده من عند ربنا، يعني مش ليه الموضوع جه من عند ربنا كده. انا لا مرتب ولا في دماغي، ولا اعرف ان في حادثه، ولا اعرف ان في حاجه. ويمكن الحاجات دي يعني ان في ناس، اول حاجه هو الحادثه لما حصلت، ده واحد مننا يعني، ده كان مشجع يعتبر خلاص من الاسره بتاعتك، يعني مظبوط، اي مشجع في النادي الاهلي يعني. فده انا عرفت اللي حصل بالصدفه، ان ناس طالبه نقل دم يعني، فعرفت ان حصل. ما كنتش اعرف ان في حادثه او حد وقع من القطر وكده، لان انا ما كنتش موجود في المباراه، فعرفت طبعا وكده رحت غصب عنك بقى. الموضوع بيمسك يعني، يعني هو الموضوع بيمسك، فانت بقى بينك وبين ربنا بقى الموضوع ده. وهو الولد مؤمن جدا، ولد اعتقد روح صابر جدا المعنويه ارتفعت يا سعد. والله كابتن اسلام. انا ما كنتش متخيل، بس والده ووالدته بيقولوا ان هو، انا كنت داخل له درجه حرارته حاجه 40، قعدت معاه 5 دقايق لقيت الولد بقى كويس جدا، وعمال يهزر ويضحك وعنده ايمان كبير جدا بربنا. انا كلمت واحد صاحبي قلت له انا لسه مخلص تمرين، وانا اصلا كده كده مصاب ومش قادر اسوق، فواحد صاحبي جه معايا ساق العربيه لحد يعني انا بشوف ان ده واجب يا كابتن اسلام، يعني واجب مجتمعي، ده يعني واجب. مجتمع. مش حاجه زياده انت بتعملها ولا حاجه يعني تشكر عليها، لا ده واجب علينا ان اي حد مننا يحصل له حاجه لازم نبقى جنبه، لازم نبقى نسانده. رحنا وقعدنا وهزرنا وبسطنا، انا عن نفسي اتبسطت اكتر منه يعني. انا رحت من المشوار بقى عندي طاقه ومبسوط وراجع فرحان، و اداك طاقه ايجابيه يعني. طبعا واتكلمنا مع بعض على طول يوميا، امبارح كلمته سلمت عليه. ده واحد مننا بنبقى نفسنا اي حد، لو الموضوع وصل لك لازم تقدر تعمل حاجه يعني، فطبعا ده واجب. ده انا راح له الكابتن احمد فتحي بعد كده، وراح له حسام عاشور، لكن انا بشوف ان ده واجب علينا تجاه اي حد من المشجعين بتوعنا او حد من رجالتنا اللي بيبقوا في ظهرنا في الماتشات يعني. اللي كلمت محمد صلاح وخليته كمان يكلمه، اعتقد ان ده برضو رفع كتير من روحه المعنويه. طبعا كلمت صلاح وتريزيجيه وكهربا، لكن صلاح طبعا النجم الابرز في الفتره اللي فاتت، وما بيتاخرش صلاح يعني. صلاح كنت متفق معاه يعني وانت خالص. رايح انت كلمته كده؟ انا كلمته كده، انا بكلم يعني بنتواصل مع بعض على طول. بس هو صلاح انسان يعني نادر. قلت له ايه؟ قلت له نادر. انا معاه في المستشفى عايزك تكلمه. قلت له قلت له في انا في مستشفى في كذا 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 وعايز تكلمه. فقال لي افتح الفيديو، كلمنا فيديو وسلم عليه، وهو هزر معايا قال له انا زعلان منك عشان خرجت برشلونه من دوري الابطال. لا هو محمد سمير عسل يعني، شخصيه عمرنا، انا بيتهيألي انا عمري ما هنساها طول حياتي يعني. ان شاء الله ابقى على تواصل معاه على طول يعني. طيب.